اهلا بكم في نشره السادسه مساء من قناه النادي الاهلي. والى العنب. الاهلي يستعد للاعلان بنود اللائحه الجديده. الاستشفاء سلاح الاهلي للتغلب على الاجهاد. واسد الاسكندريه يستضيف نهائي البطوله العربيه. اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. يستعد نادي الاهلي لاعلان بنود مشروع اللائحه الجديده للنظام الاساسي والذي اعتمده مجلس الاداره برئاسه المهندس محمود طاهر بعد تصور شامل قدمته اللجنه الثلاثيه برئاسه المحامي القدير رجاء عطيه والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام الاسبق والدكتور علاء مشرف نائب رئيس اللجنه الاولمبيه. ويعقد المهندس محمود طاهر مؤتمرا صحفيا موسعا غدا السبت من أجل إعلان كافة بنود اللائحة واستعراضها لوسائل الإعلام مع دعوة أعضاء العمومية للموافقة عليها ليكون الأهلي أول ناد يعتمد لائحته الخاصة في مصر. دخل مسؤولو نادي الأهلي في سباق مع زمن لتحديد كافة التفاصيل المتعلقة بمعسكر إعداد الفريق الموسم الجديد والمقرر أن ينطلق قبل نهاية شهر أغسطس الجاي. ويفضل النادي الأهلي بين 4 دول أوروبية لاستضافة المعسكر وهي ألمانيا، إسبانيا، وهولندا والنمسا. ونفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات لقناة الأهلي ما تردد حول الاستقرار على ألمانيا لاستضافة المعسكر، مؤكدا أن الجهاز الفني سيحسم كافة تفاصيل المعسكر عقب لقاء سموحة بالكاس بعد التنسيق مع شركة الراعي. حصل أحمد فتحي نجم فريق الأهلي لكرة القدم على إذن من الجهاز الفني للفريق بالغياب عن الميران الصباحية اليوم الجمعة لظروف خاصة. ومن المنتظر أن يعود فتحي إلى تدريبات الأهلي بشكل طبيعي غدا السبت استعدادا لمواجهة سموحة يوم الأربعاء القادم باستاد برج العرب بالإسكندرية في دور الأربعة لبطولة كأس مصر. أثبتت الفحص الطبي جاهزية عماد متعب مهاجم الأهلي ليصبح جاهزا لقيادة هجوم الفريق في مواجهة سموحة يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي كأس مصر بعد شفائه من الإصابة والتي تعرض لها منذ أيام. وشارك متعب في ميران الفريق الجماعي صباح اليوم الجمعة بملعب مختار تتش بعدما تخلص من إجهاد العضلة الخلفية. وأجرى الجهاز الطبي للفريق فحصا طبيا للاعب قبل مشاركته في الميران، وبعد التأكد من سلامته شارك في الميران الجماعي. عاد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في الميران الجماعي صباح اليوم الجمعة بعد شفائه من الإصابة في العضلة الأمامية. وشارك وليد في التدريبات الجماعية بعد غياب دام 25 يوم كاملا بسبب الإصابة التي أبعدته عن خوض البطولة العربية للأندية. وأصبح وليد سليمان جاهزا لخوض لقاء سموحة المقرر يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
احتفى مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بأداء تدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمنازيوم بالنادي على هامش الميران الجماعي للفريق صباح اليوم الجمعة. وغاب مؤمن عن المشاركة في الميران الجماعي واكتفى بتدريبات الجيم بسبب معاناته من آلام في المعدة منعته من المشاركة في التدريبات. غادر ميدو جابر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميران الفريق صباح اليوم الجمعة بسبب شعوره بدوار لم يستطع معه استكمال الميران. وشعر اللاعب بحالة دوار خفيف أثناء مشاركته في الميران، حيث فضل الجهاز الطبي خروجه للحصول على راحة والاطمئنان عليه بخضوعه للفحص الطبي. خضع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لجلسة علاج طبيعي صباح اليوم على هامش تدريبات الفريق. وتعتبر فرص اللاعب ضعيفة للغاية في المشاركة في مواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، ويعاني اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الأمامية حرمته من المشاركة مع الفريق في مباريات البطولة العربية. ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للحاق بالمباريات المقبلة للأهلي. وصل الثلاثي حسام غالي، محمد نجيب وباسم علي لاعبو فريق الأهلي أداء التدريبات التأهيلية بالنادي صباح اليوم الجمعة. ويعاني الثلاثي من إصابات عضلية أبعدتهم عن لقاء الفيصلي الأردني أمس الأول الأربعاء في نصف نهائي البطولة العربية المقامة حاليا في مصر. أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذين شاركوا في مباراة الفيصلي الأردني بالدور نصف النهائي من البطولة العربية مرانا استشفائيا على هامش تدريبات الفريق الصباحية اليوم الجمعة. واكتفى اللاعبون بأداء تدريبات الاستشفائية تحت إشراف محمد أبو العلا أخصائي التأهيل للتغلب على الإجهاد. للمزيد من التفاصيل عن ميران الأهلي صباح اليوم ينضم إلينا الآن عبر الهاتف حازم البرعي مراسل قناة النادي الأهلي. حازم أهلا بيك. حازم، في البداية النهاردة استعرضنا أخبار كتير عن ميران اليوم الجمعة، لكن صف لنا الأجواء خاصة بعد الخروج من البطولة العربية. بالفعل زميلتي فيروز، النهاردة كان الجميع كان متأثر بالهزيمة والخروج من الدور قبل النهائي للبطولة العربية. وضح التأثر على جميع اللاعبين، حتى كان قبل المران كان اللعيبه في مداعبات بينهم وبين بعض، النهارده لا مفيش حاجه من دي موجوده، الكل على الوجوه كده في جديه، في صرامه، في حاسين ان هم كانوا نفسهم يسعدوا جمهورهم بس ما قدروش. لسوء التوفيق، لسوء الحظ، التحكيم كان ليه دور كبير. النهارده كابتن حسام البدري في بدايه المران اجتمع باللعيبه في ارض الملعب اجتماع قصير، بس هو كان ناكد فيه على اهميه ان احنا نتجاوز المرحله اللي فاتت، خروج المبكر، الخروج من الدور قبل النهائي للبطوله العربيه، وقدامنا ماتش مهم جدا قدام سموحه يوم الاربعاء القادم في الدور نصف النهائي لكاس مصر. نعم. طيب حازم، هل اتخذ الجهاز الفني اي قرار باقامه معسكر مبكر في الاسكندريه قبل لقاء سموحه يوم الاربعاء؟
هو حتى الان كابتن حسام البدري لسه ما حددش، بس الاقرب ان هو قبل الماتش بيومين ان شاء الله هيكون في معارضه. طيب متى يتحدد موقف اللاعبين المصابين بخصوص المشاركه في المباراه اللي جايه يا حسن؟ النهارده شاهدنا في المران عوده وليد سليمان للمشاركه في التدريبات الجماعيه، هو وعماد متعب شاركوا في المران كامل، وكذا الكابتن حسام البدري سوري حسام غالي. نعم. لسه في المصابين باسم علي لسه ما شاركش، ادى تدريبات النهارده استشفائيه وتاهيليه. في الجيم النهارده كان مؤمن زكريا هو وسعد سمير، والاقرب ان هم بكره ان شاء الله باذن الله هيشاركوا في البرامج. حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. وننتقل الى الاسكندريه وبالتحديد لنادي سموحه، حيث اعلن التشيكي تراكا المدير الفني لفريق سموحه منح لاعبي الفريق راحه سلبيه اليوم الجمعه من التدريبات الجماعيه، وجاء ذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهه الاهلي بكاس مصر يوم الاربعاء القادم. ويستأنف الفريق تدريباته غدا السبت بعد الحصول على الراحه والفوز على نظيره الترسانه البحريه بنتيجة 8 أهداف دون رد. وفضل تراكا خوض الفريق ودية من أجل إشراك جميع اللاعبين والإطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية. وإلى منتخب المحليين، حيث يواصل المنتخب الوطني للمحليين بقيادة حمادة صدقي تدريباته في معسكره المغلق بملعب الهدف بمدينة 6 أكتوبر. منتخب المحليين يستعد لمواجهة نظيره المغربي يومي 13 أغسطس الجاري بالإسكندرية و18 أغسطس بالمغرب في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2018 بكينيا. ومن المقرر أن ينضم رباعي الأهلي عمرو بركات، هشام محمد، أحمد الشيخ وإسلام محارب إلى منتخب المحليين يوم 7 أغسطس. وحول رؤية الجهاز الفني والإداري للمواجهة المرتقبة أمام أسود الأطلسي، إليكم التفاصيل في التقرير التالي. وطنية مؤقتة لمباراة المغرب، عندي حل واحد اللي شغال فيه دلوقتي اللي هو اللعبة الجاهزة اللي هي وصلت بتوع كاس مصر مع لعيبة الإسماعيلي مع مجموعة كان الكابتن هاني مختار معظمها طبعا. يمكن المعسكر ده اتأخر أسبوع، كان الكابتن هاني يبتدي قبلها ب10 أيام، كان هيجهز اللعيبة، ولكن فوجئت ان اللعيبه دي مريحه بقى لها فتره طويله، فاضطريت الغي مباراه ليبيا اللي كانت الوديه. يعني حرام اللعيبه بطاله بقى لها فتره ما اقدرش ادخلها في مباراه وديه مع فريق زي ليبيا، فقلت اعمل اعداد للمجموعه ديت، اعداد قليل يعني هم شغالين مع انديتهم بقى لهم فتره ولكن ما قدروش يوصلوا ليلعبوا ماتشات، فهعمل اعداد ليهم وهنخش ان شاء الله نبقى جاهزين كلنا لما يرجع لعيبه الاسماعيلي من دوره السعوديه، من لعيبه الاهلي جايه لهم 7 اللي هم مش مشاركين في كاس مصر. دولت اللي في ايديا دلوقتي طبعا، وهستني مباراه الكاس، بس الحمد لله حصل اتفاق مع الكابتن حسام حسن، يعني بشكره طبعا على المساعده ديت. كابتن عاطف حنفي في سموحه اتكلم مع المدير الفني والراجل قال لك انا موافق اي حاجه. النادي الاهلي رحت قعدت مع الكابتن حسام بدري، حاجه جميله جدا.
كابتن طارق يحيى كلمته، الراجل مرحب برضه، ففي مساعده الحمد لله من الانديه كلها اللي هي تساعد منتخب مصر الفتره دي ان شاء الله. كلنا النهارده متواجدين مجلس الاداره يمكن كان بالكامل، النهارده عندنا اجتماع ويمكن اغلب اعضاء مجلس الاداره النهارده، كابتن احمد مجاهد حاضر، استاذ محمد ابو رافع حاضر، انا حاضر، كابتن سيف زاهر كان موجود، كابتن مجدي عبد الغني هكذا، باشمهندس هاني ابو ريده، كلنا ورا منتخب المحليين. بشكر رؤساء واعضاء مجالس ادارات الانديه على التعاون التام مع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني. بصراحه اول ما الكابتن حماده صدقي تحدث معهم هو الجهاز الفني مع الاجهزه الفنيه في الانديه المختلفه ومع مجالس الادارات، لبوا يمكن كل طلبات الكابتن حماده صدقي. انا بشكر كل مجالس ادارات الانديه وخاصه الكبار في هذا التوقيت ان هم مباشره يوافقوا على استدعاءات الكابتن حماده صدقي. تحدي جديد مش جديد على الكابتن حماده، الكابتن حماده من المديرين الفنيين اصحاب التاريخ الطويل سواء في المنتخبات الوطنيه او في الانديه. اتمنى الجهاز الجديد اللي لبى يمكن طلبنا بتولي المسؤوليه بتحدي واخلاص، وده حاجه مش جديده عليهم، سواء كابتن حماده، كابتن تامر، كابتن هشام عبد المنعم اوريدي كان موجود، كابتن خالد مصطفى، جميع الجهاز الاداري والطبي يمكن المتواجدين، بتمنى لهم كل توفيق. اعتقادي الشخصي ان قرار اشتراكنا في بمنتخب محليين قرار اتاخر، ان شاء الله منتخبنا الوطني يقدر يستطيع يفوز على المنتخب المغربي ان شاء الله ونصل لبطوله كاس الامم الافريقيه. كابتن حماده كان اتكلم معانا وكده، قال لنا ان شاء الله احنا هفرجكم على الفيديوهات اليوم وكده، والنهارده كان بيتكلم وقال لنا انا واثق فيكم ان شاء الله تقدروا تعدوا على خير ان شاء الله، نقدر نكسب ونقدر نعدي المرحله ديت يعني، وقال لنا انا متفائل بيكم يعني ان شاء الله، وفي ناس ثانيه في لعيبه ثانيه هيضموها طبعا، فالحمد لله يعني مركز معانا، وان شاء الله يعني اول يوم يوم اهو في المعسكر، بس هو ان شاء الله الكابتن يعني مركز له قدر من حاجه ان شاء الله، وما فيش وقت في شهر 12 يوم اهو، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعدي على خير يعني ان شاء الله. متابعة آخر أخبار البطولة العربية للأندية، حيث أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية تغيير ملعب المباراة النهائية للبطولة والتي تقام الأحد المقبل بين الترجي التونسي والفيصلي الأردني، ويقام اللقاء في استاد الإسكندرية بدلا من ملعب برج العرب بدون إبداء أسباب واضحة من جانب اللجنة المنظمة للبطولة. قال فوزي البنزرتي مدرب الترجي التونسي أنه لا يشعر بالرضا تجاه أداء لاعبيه أمام الفتح الرباطي في نصف نهائي البطولة العربية للأندية. وأضاف البنزرتي كان بالإمكان أن يكون مردودنا أفضل لأن الترجي لم يلعب بمستواه الحقيقي خصوصا في الشوط الأول. وبخصوص رأيه في لقاء الفيصلي الأردني يوم الأحد المقبل في نهائي البطولة العربية، قال البنزرتي لم أتوقع وصول الفيصلي إلى النهائي. أكد معتز ياسين حارس مرمى الفيصلي الأردني جاهزيته لخوض نهائي البطولة العربية للأندية أمام الترجي التونسي والتي تقام الأحد المقبل باستاد الإسكندرية. وأشار ياسين في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى جاهزيته للمباراة النهائية، متمنيا إهداء الجمهور كأس البطولة من خلال التتويج باللقب. وأشاد ياسين بالجهد الكبير والذي بذله زملائه اللاعبين في مباريات الدور الأول ومباراة نصف النهائي، مؤكدا ثقته في قدرات الفريق على مواصلة التفوق والتميز وتحقيق الإنجازات. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري، مش بس عشان حياتي،
إلى متابعة الأخبار الألعاب الأخرى، حيث حرمت اللاعبة جيانا بارو بطلة العالم من المشاركة في بطولة العالم للأساتذة والتي أقيمت أواخر شهر يوليو الماضي ببولندا. وكان الاتحاد الدولي للعبة قد اختار جيانا للمشاركة في البطولة باعتبارها واحدة من أبرز اللاعبات على مستوى العالم، ولكن اللاعبة لم تحصل على تأشيرة دخول بولندا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف جيانا فاروق لاعبة الأهلي وبطلة العالم في الكاراتيه. جيانا أهلا بيكي. أهلا وسهلا بيك. جيانا، في البداية إيه سبب حصولك على التأشيرة؟ يعني أكيد ظلم كبير عدم مشاركتك في بطولة العالم للأساتذة بسبب عدم حصولك على التأشيرة، إيه هو السبب؟ والله إحنا المفروض إن اللجنة المنظمة للبطولة اللي هي تابعة للاتحاد الدولي للكاراتيه بتبعت دعوات للاتحاد المصري بحيث ان احنا نقدر نخش بيها السفاره وناخد التاشيره بتاعه البلد اللي فيها البطوله. فحصل ان اللجنه المنظمه اخرت بعت دعوات لينا كتير، وعلى كلام الاتحاد بتاعنا ان هو راسلهم اكتر من مره علشان يبعتوا لنا الدعوات، بس ما كانش في استجابه منهم، يعني ما كانوش بيردوا اصلا على الايميلات او الحاجه اللي بتتبعت. فجي ان طبعا على اساسه الاتحاد ما قدرش ان هو يقدم الورق بتاعنا في السفاره، لان في يعني رسمتوا ان في قواعد ولوائح ان هو ما يقدرش يخش السفاره ويدفع الثمن بتاع الفيزا غير لما يبقى في الدعاوي موجوده. ده اللي فهمته، ان اللوائح هي كده تقريبا. فعلى اساسه ما قدرناش نخش السفاره بدري. فحصل ان اللجنه المنظمه بعتت الدعاوي لينا يوم 17 واحنا المفروض السفر يوم 22. فدخلنا السفاره يوم 19، فطبعا السفاره رفضت الورق وقالوا لنا مستحيل نطلع لكم الفيزا في الميعاد اللي انتوا عايزينه، ان انتوا تسافروا يوم 22 ده، ان هي على الاقل بتاخد 14 يوم. فكان هو ده سبب ان احنا ما سافرناش، واتحرمنا من ان احنا نلعب بطوله بتتلعب كل 4 سنين. طيب جيانا، يعني لما الدعاوي دي اتاخرت ما فكرتيش ان انت تقدمي تاخدي التاشيره ولو بشكل شخصي؟ ان انت مسافره بولندا لاي غرض، حتى يعني بغرض السياحه مثلا، عملتي اي جهود تانية ان انت مثلا تحاولي تسافري ولو بشكل شخصي؟ احنا كلاعبين اصلا ما عرفناش الموضوع ده غير متاخر. يعني احنا كنا مسلمين، يعني الاتحاد المصري اتاخر لغايه ما اعلمكم اصلا ان الدعاوي بتاعتكم لسه ما وصلتش. بالظبط، احنا كلاعيبه عرفنا الموضوع ده متاخر، وقالوا لنا ان الكلام يعني كلام الاتحاد كان ان في متابعه وان الدعاوي هتتبعت قريب وان احنا بعتنا لهم كذا مره. فاحنا حتى التفكير ده يعني جه في دماغنا متاخر، قبل برضه ما الدعاوي تتبعت بيومين او ثلاثه، فكانت هتبقى نفس المشكله بالنسبه لنا. طيب ما عندكيش اي فكره دلوقتي عن الاتحاد المصري ممكن يعمل ايه بخصوص الازمه دي، او ايه الخطوات اللي الاتحاد المصري وعدكم ان هو يتخذها علشان الازمه اللي حصلت دي ما تتكررش، او لو ينفع انها تنحل حاليا؟ والله هو رئيس الاتحاد قال لنا ان هو طلب تحقيق رسمي في الاتحاد الدولي للي حصل، بحيث ان المتسبب من هناك في تاخير الدعاوي يتجازى. وبرضه فتح تحقيق جوه الاتحاد نفسه، شوف هل كان في امكانيه من الاداريين ان هم يقدموا الورق ومحدش قدم او حاجه. فهو طالب التحقيق في الناحيتين، يعني جوه الاتحاد وفي الاتحاد الدولي. كابتن جيانا فاروق بطلة العالم ونادي الاهلي للكاراتيه، اكيد شكرا جزيلا ليكي، كنت معانا عبر الهاتف. واكيد شيء محزن جدا مع عدم مشاركتك وتمثيلك لمصر في بطوله العالم للاسف. أجرى عبد الحليم عبو لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الأهلي عملية جراحية أمس لإزالة كيس دهني في ذراعه عانى منه في الفترة الماضية. ومن المقرر أن يحصل اللاعب على راحة من التدريبات لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام حتى يلتئم الجرح، ثم يعود بعد ذلك للمشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد. وحرص الجهاز الفني بقيادة محمد مصلحي واللاعبين على الاتصال بعبو للاطمئنان عليه عقب إجرائه العملية الجراحية.
فاصل قصير نعود إلى جولة في الملاعب العالمية. ونعود مجددا لمواصلة باقي فقرات نشرتنا الإخبارية من خلال جولة في الملاعب العالمية، حيث أكد نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الجديد أنه سعيد بخطوته الجديدة في مسيرته بالانتقال إلى الدوري الفرنسي. وقال نيمار في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي والذي أقامه النادي الفرنسي احتفالا بقدوم اللاعب البرازيلي من برشلونة أنه لا يشعر بالحزن أو الندم على رحيله من برشلونة، على الرغم من كون قرار الرحيل كان الأصعب في حياته على حد وصفه. وأضاف نيمار أنه انضم إلى باريس سان جيرمان بحثا عن الفوز بالمزيد من الألقاب وليس من أجل المال مثلما يتحدث الكثيرون. أوقعت قرعة الدور الثالث المؤهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا عن وقوع ليفربول الإنجليزي والذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح في مواجهة هوفنهايم الألماني في مباريات هذا الدور. وشهدت القرعة وقوع مواجهة قوية بين نابولي الإيطالي ونيس الفرنسي، كما يواجه سبورتينغ لشبونة البرتغالي فريق سيوا بوخارست الروماني. وتقام مباراة الذهاب يومي 15 و16 أغسطس الجاري، كما تقام مباريات الإياب يومي 22 و23 من نفس الشهر. أسفرت قرعة الدور المؤهل إلى دور المجموعات بطولة الدوري الأوروبي عن وقوع فريق سبورتينغ براغا البرتغالي والذي يلعب له أحمد حسن كوكا في مواجهة مع هافنار الأيسلندي. ويلعب باوك سالونيكا اليوناني والذي يلعب له عمرو وردة مهاجم منتخب مصر مع أسترسوند السويدي لتصبح فرص الثنائي المصري في بلوغ دور المجموعات للبطولة. وشهدت القرعة وقوع ميلان الإيطالي في مواجهة سهلة مع شكينجا المقدوني، كما أسفرت القرعة عن وقوع أياكس وصيف الموسم الماضي في مواجهة روزنبرغ النرويجي. دخل انتر ميلان الايطالي في مفاوضات مع لاعبه الكرواتي ايفان بيريسيتش من اجل تجديد عقده والحفاظ عليه من اغراءات مانشستر يونايتد. وذكرت الصحف الايطاليه ان مسؤولي انتر دخلوا في مفاوضات مع اللاعب صاحب 28 عام من اجل الموافقه على البقاء في ملعب جوزيبي ميازا حتى وقت اطول. وانضم بيريسيتش إلى إنتر قادما من فولفسبورغ الألماني في 2015 مقابل 16 مليون يورو. ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن توتنهام الإنجليزي مهتم بضم جيوفاني سيميوني ابن المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني. وقالت الصحيفة أن موريسيو بوتوتشينو مدرب توتنهام قد طلب من إدارة ناديه
التعاقد مع اللاعب والذي سجل 12 هدفا للموسم الماضي مع جنوا في الدوري الإيطالي. ويبلغ جيفاني من العمر 22 عام، وقد شارك مع منتخب الأرجنتين الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي، وكان قد بدأ مسيرته مع ريفر بلات قبل الانتقال إلى جنوا في 2016. يستعد تشيلسي الإنجليزي لتقديم عرض لضم مدافع منتخب هولندا وساوثهامبتون الإنجليزي فيرجيل فان دايك، وذلك قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالي. وذكرت التقارير الصحفية البريطانية أن تشيلسي سيقدم مبلغ 50 مليون جنيه استرليني لضم المدافع والذي كان قريبا من الانضمام إلى ليفربول بداية السوق الحالي. ويحاول الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي التعاقد مع أكثر من لاعب في خط الدفاع، خاصة مع رحيل قائد الفريق جون تيري إلى أستون فيلا. والآن نذهب إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من الأخبار البدري، أهدرنا فرصا بالجملة وأخطاء فادحة للحكم أمام الفيصلي. أما من الجمهورية فارتياح في الأهلي بعد تأجيل القيد الأفريقي. ومن الوفد سعد سمير يخضع لجلسة علاج طبيعي. من المصري اليوم متعب يتعافى من آلام الخلفية ويشارك في الميران الجماعي. ومن الوطن سبورت ميدو جابر يغادر تدريب الأهلي بسبب الإصابة. من الشروق البدري يرفض تحميل اللاعبين مسؤولية الإخفاق عربيا ويؤكد الحكم والحظ وقفاء. أما من الدستور فأحمد فتحي يغيب عن ميران الأهلي بإذن من الجهاز الفني. من فيتو تدريبات استشفائية لكتيبة الأهلي أمام الفيصلي الأردني. ومن دوت مصر الأهلي يسابق الزمن من أجل سعد سمير. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 4 أغسطس لم يكن يوما عاديا بعد أن حقق خلاله أبناء الأهلي انتصارات مدوية في عام 1985، حيث نجح شباب وناشئي الأهلي في التفوق على كبار نادي الزمالك 3-2 في كأس مصر بعد أن توقع الجميع خسارة كبيرة للأهلي، ولكن أبناء القلعة الحمراء أثبتوا أنهم قادرون على التفوق على أصحاب الخبرة في المنافس التقليدي الزمالك. سجل للأهلي كل من محمد السيد، حمادة مرزوق، طارق خليل، بينما سجل للزمالك طارق جعفر وكوارشي. وأدار المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم الإيطالي كارلو ليوسي. هنشوف جول النادي الأهلي أهو مع بعض تاني. جامده حمادة مرزوق، رجب عليها
وفوق تتلعب جنبة تاخد لبد لعبة أمامية بيجري بيها بسرعة بيستنى وبيمشي لعبة عالية حط جول جول. فيبدو أن تاريخ 4 أغسطس استثنائيا، فقد شهد نفس اليوم من عام 2001 فوزا تاريخيا للقلعة الحمراء على ريال مدريد الإسباني في اللقاء الودي والذي أقيم في استاد القاهرة بهدف نظيف أحرزه نيجيري ساندي في الدقيقة 51. قاد ريال مدريد بتشكيلته الأساسية زين الدين زيدان ولويس فيجو وروبرتو كارلوس وراؤول غونزاليس والعديد من نجوم النادي الإسباني. أدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة جمال الغندور وجيه أحمد وصالح مرجان. دام الأحمر أعظم نادي في الكون. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.